بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الاسم محمد عبد النبي البكوش من منطقة مزدى، الصفة نائب رئيس المجلس المحلي لمنطقة مزدى. نوجز ببعض من الخطوط أو الكلمات فيما يتعلق بالمؤتمر الثاني لوزارة الحكم المحلي. عقد هذا المؤتمر في منطقة الجفرة، وعند توجهنا إلى منطقة الجفرة بمناطقها الثلاث اللي نعرفها، فصدقا والذي رأيناه ولاحظناه عندنا دخولنا لأول المنطقة على الاستعداد الأمني والرائع جدا 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 في 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 الترتيبات اللازمة منذ دخولنا من أول بوابة، وكانت القوائم موزعة على فيما يتعلق بمقر إقامة المجالس المحلية عند رجال الشرطة ورجال الأمن. فهذه من الترتيبات الدقيقة جدا جدا التي لم يهملها المجلس المحلي منطقة الجفرة، ولاحظنا استعداد أمني ممتاز جدا جدا لا نظير له في بعض المجالس المحلية. هذا فيما يتعلق بالجانب الأمني. فيما يتعلق بحفاوة الاستقبال، فلاحظنا بجد حفاوة استقبال وبساطة في التعامل بشكل لا يصدق. يعني في منطقة الجفرة، أنا أول مرة نجي لمنطقة الجفرة، أسمع عنها ولكن أول مرة نجي لمنطقة الجفرة، فلاحظت بصراحة شيء أذهلني ولم أكن أتوقعه بشكل عام. يعني فحفاوة في الاستقبال وجدية في التعامل وبساطة في الأداء. وعند فيما يتعلق بالاستعدادات اللازمة لانعقاد المؤتمر، فيما يتعلق بالاستعداد كانت استعدادات جيدة وممتازة جدا جدا جدا، يتخللها بعض من الزيارات لمعالم الأثرية في منطقة الجفرة، والتي تعبر على أصالة هذه المنطقة وعلى حسن تعامل أهلها بالنمط البدوي الجميل والممتاز جدا جدا الذي كنا نكاد نفتقده في بعض من المناطق، وحسن السريرة لأهل منطقة الجفرة. فيما يتعلق في المؤتمر، فكان عقد المؤتمر يوم أمس بداية المؤتمر، وكان الاستقبال جيد، والخطة الموضوعة للبنود المؤتمر كانت الخطة ممتازة جدا ومرتبة، ترتيب جيد جيد جدا جدا جدا. هذا فيما يتعلق فيما يتعلق بالتوصيات التي تم الإقرارها في مؤتمر الخمس. أنا لم أحضر في مؤتمر الخمس نظرا لظروف تانية، لم أستطع الحضور، ولكن عند الاطلاع على ما تم التوصل إليه وما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع الأول في الخمس، ومن ناحية التنفيذ والأداء الفعلي لما تم الاتفاق عليه، فكانت التنفيذ لم يكن بالشكل الممتاز أو جيد جدا. يعني نسبة الأداء أنا أقيمها فيما يتعلق بالأهداف، فيما يتعلق بالبنود التي تم الاتفاق على تنفيذها، أنا أعطيها نسبة 30% فيما يتعلق بالتنفيذ في بعض الأمور. لا نوعا ما لا أحمل اللوم، لا أحمل المسؤولية لوزارة الحكم المحلي نوعا ما، لأن وزارة الحكم المحلي ليس لها أدرع تشتغل في جميع الجوانب، ولكن تريد أن تحقق ما تم التوصل إليه، ولكن حسب الإمكانيات والمتاحة في ليبيا. يعني وفيما يتعلق بالمؤتمر الحالي، فأنا أتأمل وأنظر بنظرة مستقبلية أن يتم التنفيذ ما يتم التوصل إليه عكس ما تم في الخمس، لأن في أمور تغيرت نوعا ما في وزارة الحكم المحلي، وبذلك حتى
نظام الإدارة المحلية، فهذا الموضوع يلامس المواطن مباشرة ويعطي للمجالس المحلية نوع من التنفيذ الجدي في 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 ضبط 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 الخدمات وتوصيلها للمواطن بشكل مباشر. ونشكر نهاية هذا، نشكر جدا 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 أهالي الجفرة بجميع أطيافهم وجميع مكوناتهم الاجتماعية على ما قدموه لنا وما رأيناه وما بذلوه في 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 سبيل إنجاح هذا المؤتمر. وبالفعل نحن نحترم ونحاول بقدر الإمكان أن نحن نتوصل إلى إنجاح هذا المؤتمر إرضاء لأهل الجفرة، وليس إرضاء لأن أهل الجفرة عندما قاموا باستهلال هذا المؤتمر يريدون لنا أن نحن ننجح في هذا المؤتمر وننجح متى ما توصل إليه. فنحن سوف بإذن الله سوف نقوم على إنجاح ونعمل ما في وسع لإنجاح هذا المؤتمر إرضاء لأهل الجفرة وما بدلوه في سبيل هذا المؤتمر. وشكرا جزيلا، شكرا جزيلا، والله الموفق.